4.5 مليون مسافر سينتقلون تدريجياً ابتداءً من الاثنين المقبل للمحطة الجوية الجديدة لمطار الجزائر الدولية، محطة بمواصفات عالمية قدرة استيعابها تقدر بعشرة ملايين مسافر سنوياً، وستكون الخطوط الجوية الجزائرية أول شركة جوية تستغل المحطة الجديدة برحلات من وإلى باريس. نبدأ بالرحلات اللي تروح لباريس تاع الخطوط الجوية الجزائرية فقط، عندنا 8 رحلات. احنا نبداو من بعد سمانه من بعد كل يعني الرحلات تاع الخطوط الجويه الجزائريه اللي تروح لفرنسا، وسمانه من بعد يعني 13 ماي نبداو كل الرحلات تاع الخطوط الجويه الجزائريه تروح كل العالم. من بعد نجيبوا الشركات تاع الطائرات الاخرين. درنا 42 موقف الطائره زياده، وعندنا موقف السيارات 4200 موقف للسياره. دونك هذا هو المشروع، وعندنا سونترال انرجيتيك يعني تاع الكهرباء يعني تاع السونترال ثاني داخل ثاني في المشروع. وبخصوص المحطة الدولية المستغلة حاليا، ستخصص مستقبلا لرحلات دول الخليج، في حين ستحول المحطة المخصصة للرحلات الداخلية للحجاج. المحطة القديمة راح نخصصوها نص الرحلات اللي تروح لكل من دبي الامارات الى اخره الخليج، والنص الاخر نديروه داخلي. والمحطة الداخلية حاليا تولي محطة تاع الحجاج والعمرة، والمحطة الحالية تاع الحجاج والعمرة راح نبداو نريبوها، لأن نبداو نوجدوا الأرضية للمحطة اللي راح تكون لازم تكون بعد 2032، لازم تكون واجدة في 2032. دونك من درك نبداو نوجدوا نهيئوا نريبوا كل خطرة ما نحتاجوش، يعني باتيمون ما نحتاجوش ريبوه ونخليوا الأرضية باش في المستقبل يقدروا يزيدوا يبنيوا محطة واحدة أخرى. بتكلفة إنجاز قاربت 80 مليار دينار، تم تشييد المطار الجديد بتصميم هندسي جذاب يتربع على مساحة 200,000 متر مربع، مكسب هام يستدعي المحافظة عليها وصيانته بشكل دوري لتقديم خدمة تليق بسمعة الجزائر.